مرحبا بكم في سبار اكسبريس. البداية مع وزيرة السعادة أنس جابر اللي تواصل الإنجازات بعد تحقيقها لقب دورة برلين البارح وتقدم للمرتبة الثالثة عالميا في تصنيف محترفة التنس، وهو أفضل ترتيب اللعبة عربية وتعادل أفضل ترتيب اللعبة إفريقية اللي حققته الجنوب إفريقية أماندا كويتزير عام 1997. أنس ما زالت قادرة على مواصلة إنجازاتها التاريخية والتقدم على الأقل بمرتبة في تصنيف محترفات التنس. مباراة اتحاد بنقردين ضد الاتحاد المنسيري اللي يحتضنها ملعب مصطفى بن جنات في المنسيري نهار الأربعاء تنجم تتلعب بدون حضور الجمهور، لكن القرار مازال ماهوش رسمي. تفاصيل والأسباب الكل من عند رئيس اتحاد بنقردين ربيع لوحيشي. صار قرار على اساس الماتش باش يتعب لهذا الخميس، معناه صارت تقديم المباراه الى يوم الاربعاء. انا تو اتصل بي حد في الاجتماع الامني، وانت تعرف انا مانيش في بنقردين، معناه باش تعمل الاجتماع الامني باش تطبع التكيات. واحد راسلوني قالوا لي غدوه باش يكون الاجتماع الامني العاشره تاع الصباح، يكمل الاجتماع الامني نص النهار، معناه مع انت باش تعمل ما تطبع التكيات ما يكمل لك، كان اشتر نهار اخر بتوصل للأمن ما يتبعوا لك فيه بالأمن، معناه باش يبقى لك لربع الصباح، ومعناه ما تقابلكش كل شيء، معناه ما تقابلش بعض. أنا وليت يا كيما هم أربع على ستيكي بحكم أنا نلعب في البستي، يا قبلوا علي التيكيات لربع على ستيكي ومرحبا، ما قبلوش علي أنا باش أعديش هيك، أنا باش أخلص المطبع باش أخلص الأمن وباش أخلص الستار، معناه ما عادش تقابل بعضها. وانتم حكيتوا مع إدارة الاتحاد وما قبلتش لربع على تذكرة؟ لا مازال أنا اتصلت بليس بستيني رئيس الفرع، ومازال أنا مازال لا رسلت لا رابط، مازال ما رسلت حد شيء. أنا حطيت تليقات على الحروف، قلت لهم رأيك أنا باش يبقى هيك الاجتماع الأمني غدوة العاشرة بعد الأطبع التكيات، معناه احسب أنت معناه على الربع لازم يبيع الربع الصباح التكيات، أنا مش معقول هيك. الماتش دونك مازال ماهوش مؤكد باش يتلعب بالجمهور ولا لا؟ لا مازال شوف غدوة الاجتماع الأمني ونشوف أنا مع نذكر بالبرنامج الكامل للجولة التاسعة من البلاي اوف اللي باش تلعب على دفعتين ضمان سير كل المقابلات تقنية الفار. نهار الاربعاء اتحاد بنقردين يواجه الاتحاد المنسيري، نهار الخميس النجم الساحلي يواجه ترجي، والنادي الافريقي يواجه النادي اسفيرسي. شاكر الزواغي هو اللي باش يقود النجم الساحلي في زوز مباريات المتبقية من البطولة ضد النجم والنادي الافريقي بعد انسحاب معز القزاح بعد تتالي النتائج السلبية. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة راسلت اليوم كل من نجم المتلاوي والحمام سوسة لتذكيرهم بالمباراة ومقتضيات الفصل 175 من القوانين العامة للجامعة، لأكد أنه لا يمكن الأخذ بعين الاعتبار لأي تبرير للغياب عن إجراء المقابلة أو الوصول للملعب بتأخير فوق 5 دقائق من موعد انطلاق المقابلة. هذا ينذكر أن المقابلة مبرمجة نهار الأربعاء في رادس باعتماد تقنية الفار. أكدت مصادر مقربة من نادي أهلي بنغازي الليبي أن الفريق باش يتعاقد مع فوزي البنزرتي لقيادة الفريق في الدوري السوداسي اللي يمثل بلايوف البطولة الليبية. التحاق فوزي البنزرتي بأهلي بنغازي باش يكون بعد نهاية البطولة التونسية مع الاتحاد المنسيري، هذا في صورة إتمام الاتفاق نهائيا ما بينه وبين إدارة أهلي بنغازي. حسب مصادر إعلامية إسبانية، إدارة البارسا توصلت لاتفاق مع اللاعب الفريق جافي لتجديد عقده ل3 سنوات إضافية، يعني حتى ل30 جوان 2026. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بونات.